بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم التاريخ كم يا شباب؟ خلونا نشوف التاريخ اليوم كم يا شباب. اليوم التاريخ 8 فبراير، يوم الاثنين 2021. اوكي انزين. اليوم طبعا راح نتكلم عن المشروع اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. طبعا انا شخصيا اشتغل على المشروع من غير اللي هو موظفيني. اوكي طبعا انا اعرفكم عن نفسي، انا وياكم يوسف. اوكي انا مدير الشركة وانا اللي ادير الشركه كامل. اوكي من ضمنها اللي هو رواتب الموظفين ويعني امور الخاصه، يعني الخاصه للشركه. زين فالحين يا شباب احنا بنتكلم عن اللعبه اللي احنا قاعدين نسويها. هاد اولا اللعبه انا شفت فكره اليها، واحد مسوينها بس اللعبه غير كامله، ديمو او تقدر تقول سيمبل اللي هو شيء بسيط من فكرة اللعبة. بس هو فكرته ان كل ستيج فيه الى مخلوقات او كريتشر اللي هو مونستر يقتلهم، ومن يقتلهم يتجه لليفل الثاني. اوكي بس انا فكرتي لا، الشخصيات موجودة، الكريتشرات تقريبا نفسهم راح اضيفهم وزيادة. اوكي بس اللعبة راح تكون مغامرات. زين انا احاول او يعني مو نقول نحاول، ان فكرتي تقريبا شيء من هالقبيل، ان هي تكون open world، يعني جميع الاماكن اللي تروحها تكون متتالية ويا بعض، ما يحتاج تنتظر اللودينج ما ادري ويش. لا اللودينج فرض يعني اذا تبغى تروح من هالمكان الى هالمكان في شيء اسمه تلبلورت. اوكي هاي تلبلورت هي اللي تنقلك، يعني تقدر تقول نفس فكرة تلبلورت، نفس فكرة اللي هو ديابلو 2. اوكي بس بطريقه ثانيه نخلي فيها ايفكت حليه وما ادري يعني كذيها. طبعا اللعب احنا انا رافع اللي هو اللي اخر مرحله انا سويتها ورفعتها، طبعا تنزلونها مجانا. اوكي وطبعا كل ليفل تنزلونه اللي هو كل ما اخلص من ليفل راح ارفعه. حلو زين راح ارفع اللي هو اليكم حتى تشيكونه وتخبروني ارائكم الى اللعبه وكل شيء. واتمنى صراحه يعني من كل قلبي اتمنى ان انتم تعلقون على الفيديو على اللعبه والفيديوهات والقناه اللي لي. طبعا القناة اللي انا صدق يعني الشيء الوحيد اللي انا مسوينه ما هي عدلة، ان انا مخلينها يعني عام، كل شيء فلت فيها، اي شيء عجبني فلت فيها. زين بس طبعا اللي هو حتى انا حطيت هالشيء او اضيف هالاشياء بس مجرد انه زيادة متابعين. زين بس ان شاء الله ان شاء الله تقديم على الله راح يتم تعديل القناة ونخليها متخصصة بالشركة، يعني من المشاريع اللي احنا نسويهم نفس البرامج والألعاب اللي احنا راح نسويهم. نزين ولا تنسون اللي هو قصص مال غاشا لايف. طبعا قصص مال غاشا لايف في احتمال كبير ان راح نسويهم كلعبة، في احتمال كبير لان هذا القصص من تأليفنا الخاص، عندنا شخص زين
يتم اللي هو يكتب القصة وسويها وكل شيء تمام إن شاء الله. إنزين، بخصوص اللي هي قلنا هنا، خصوص قصص مانجاشا لايف، خصوص اللعبة الحالية المجانية. طبعا اللعبة المجانية هذا اللي قاعدين نشتغل عليها حاليا، تشتغل على الكمبيوتر لأن بعدنا ما جهزنا اللعبة كامل. وانتون هاك نفس ما تشوفونها، سويت أول فيديو لها. إنزين، إن فيها الخارطة بس فيها أخطاء، فالفيديو الثاني أو النسخة الثانية تم رفعها من جديد. إنزين، بس بالتعديل الجديد اللي تشوفونه ويا الخارطة اللي خليته. طبعا خليت له مال اللي هو اسمها مع الاتجاهات صايرة فوق. إنزين، في نص الشاشة. إنزين، وصايرة على ايدك اليمين فوق، والخارطة صايرة على اليمين تحت. إنزين، في احتمال يعني اللي هو على حسب الاخ اللي اتكلم، لانه قال لان المفروض نضيف اللي هي خارطة الى اللعبة. إنزين، طبعا الشغلة اللي انا اقولها، في احتمال ان انا اشيل هذه مال الاتجاهات، خلي بس الخارطة. اوكي، واذا خليت الخارطة بخليها فوق فوق كل شيء. إنزين، على اليمين فوق في الزاوية. إنزين، في احتمال سوف اخليها هناك، بحيث ان كل ما تكبر شاشة الكمبيوتر الصورة تطلع لك أوضح وأحلى، وتترتب الخارطة وكل شيء يترتب لك. زين، أوكي. عندنا إحنا طبعاً هذه فكرة اللعبة راح تكون بمساعدتكم شخصياً، يعني أنتون حوش حبيتون حط في اللعبة. والله أنا حبيت أحط اللي هو نقاتل تنين كبير، حلو، ما في مشكلة، أضيف إليكم التنين. إنزين، ونقاتله، نخلي شوف تبونه يطير، تبونه على الأرض، تقتلونه كيفكم. إنزين، فيعني نقدر نسوي كذيها، أوكي، ونقدر يعني تقريبا كل شيء نقدر نسوي، يعني نفس الالعاب اللي احنا نلعبهم على بلاي ستيشن، على الكمبيوتر. نفس ريزنت ايفل اقدر اسوي لعبة بجودة ريزنت ايفل، اقدر اسوي بجودتها. اوكي، اقدر اسوي، يعني نقدر نسوي اشياء واجد في، يعني تعرفون برمجة الالعاب برمجة غزيرة. نفس اللي هو برمجة البرامج، في مرحلة توصلها في برمجة البرامج ان يوصلون الى مرحلة تصيدهم مشكلة، هذه المشكلة ما يقدرون يحلونها الا عقب فترة طويلة. ليش عقب فترة طويلة؟ لانهم ما اتعمقوا في البرمجة بشكل كامل. حتى احنا، يعني مو اقول لك ان فلان وعلان وشركات مني ومني، لا، حتى احنا شخصيا انا موظفيني ساعات نوصل في احدى البرامج الى مرحلة يعني تصيدنا مشكلة. زين، ما نحلها الا عقب فترة طويلة. ليش عقب فترة طويلة؟ لان هذا عقب هالفترة نحصل حل الى هالشي. زين، وطبعا نحصله من عند ناس عندهم خبرة كبيرة او عميقة في البرمجة. زين، فهذا هي يعني الحين. زين، وطبعا عندي انا شرط، اي شخص يساعدنا في تطوير اللعبة انا شخصيا راح اراسله. اوكي، انا شخصيا راح اراسله و
آخذ اسمه الحقيقي حتى نضيفه من قائمة المبرمجين المساعدين اللي هو هيلبر ديفلوبمنت أو هيلبر ديزاينر أو إلى ما على نهاية. زين نضيف أسماءهم. طبعا احنا بنحط اللي هو احنا الصوتيات ماخذينهم من عند من هو الضابط، يعني في بعض اللي هو الأصوات مو احنا اللي مسوينهم، اللي هو التأثيرات الصوتية، يعني نفس اللي هو صوت الشلال، صوت السيوف، صوت اللي هو الموسيقى فرضا، راح كل شيء نوثقه داخل اللعبة بعد ما تنهي اللعبة فرضا. زين تطلع لك نفس ما الأفلام، إنه من هو الكرياتور، فكرة من هو ديفلوبمنت ساوند إفكت، ما أدري هالسوالف، يعني كذي هذا هني إحنا راح كامل نضيفه. أوكي نكتب أسماءهم وكذي، لأن في يعني تقريبا الخريطة هذه اللي إحنا اللي أنتوا الحين تشوفونها هي إحنا طبعا إحنا دافعين عليها بيزات. اوكي في خريطه جديده بعد احنا طبعا له في الفيديو او النسخه اللي احنا رفعناها بعد مو موجوده، انا خريطه جديده انا ضفتها تبع الفكره. زين عدلت في الخريطه جزء بسيط فيها عدلته. زين طبعا اللي هي عندنا شغله عندنا بعد شغلة إضافية. الشغلة الإضافية يا شباب إن أنا أفكر في شغلة أسويها في اللعبة، بس ما أدري يمكن تعجبكم يمكن ما تعجبكم، فأتمنى التعليقات على هالشغلة بعد وتخبروني إن أخلي اللعبة إذا إن شاء الله هذه النسخة نجحت بنسوي نفس اللعبة، بس طبعا بتكون أونلاين مو مهمات، لا بتكون أونلاين. أونلاين يعني ما شو يعني تروح تأخذ مهمة حتى ترتفع، تسوي مهمة حتى تحصل الغرض الفلاني، تسوي مهمة حتى يزيد الليفل مالك، تسوي مهمة ما أدري وش تشديها بهالناحية. فانتون وش تقولون حتى احنا نشوف. زين او نسوي نعيد برمجة اللعبة وبطريقة شوي احلى، جرافيك احلى، ونخليها اونلاين. بس طبعا للعلم للعلم اللي ما يدري خلي يدري من الحين، كل ما يزيد جودة اللعبة لازم ينبقي لك جهاز كمبيوتر قوي، هذا للعلم. يعني حاليا أنا الجودة اللي ماخذينها حق اللعبة تقريبا تناسب إلى جميع الكمبيوترات من 2019 أو بنقول من 2018 هو رايح. الجيمينج انا اتكلم عن الجيمينج، كمبيوترات الجيمينج مع 2018. اوكي يعني تقريبا شديها بتناسب وبتكون اللعبة سريعة من ما تشير، ما في اخطاء، ما في شيء. زين اذا كان جهازك جيمينج، اما اذا جهازك مو جيمنج بنقول مساحة انا عندي الرام 4 جي بي والجرافيك كارت 2 جي بي. انزين وتبي اللعبة تكون سريعة، ما اعتقد يمكن تشتغل اللعبة عندك اوكي، بس ما اعتقد انه راح يعني اللي هو تشوفها بالجودة اللي احنا مسوينها. اوكي طبعا احنا لا اللي هو للعلم الوضوح حاليا مع اللعبة ما عليكم منه، هذا بعد انتهاء تصميم اللعبة كامل، المرحلة الاولى كامل، بعد ما اجهز المرحلة الاولى كامل اوكي بغير الاضاءة
لأن الإضاءة مع المرحلة الثانية أو اللي هو الخارطة الثانية اللي أنا ضايفينها، راح أغير إضاءة الخارطة الثانية. ليش بس راح تغير اللي هو إضاءة الخارطة الثانية؟ حتى تناسب جودة المكان اللي أنا مخلينها أو جودة الخارطة اللي أنا مخلينها. هذا إلى للعلم. أوكي؟ إنزين. في شغلة إضافية. أوكي؟ في شغلة إضافية. عند الشغلة الإضافية اللي عندي إياها، إنها تتعلق بالويذر. أوكي؟ الويذر اللي هو يعني بمعنات اللي هو الطقس اللي داخل اللعبة. في اللي هو أنا أحب إلى النسخة اللي عندي إياها أو اللي هي هذه اللعبة اللي راح نسويها، بجرب أول شيء شغلة فيها، بضيف فيها خاصية اللي هو الطقس الواقعي. يعني وش الطقس الواقعي؟ فهمني. يعني في لعبة فيها اسمها طقس واقعي؟ طبعا مو أقول لك 100% واقعي وهذا لا، بس إنما يكون على التايم البلد اللي أنا أضبطه في اللعبة. طبعا أنا بحريني ومن البحرين، أوكي، والشركتنا من البحرين، في البحرين طبعا. يعني إذا بضبط اللعبة بضبطها على الجو مع البحرين، ما بضبطها على الجو البلد اللي أنت فيه أو لا، لا، الجو مع البلدي. أوكي؟ اللعبة بتصميم بحرينيين. اوكي؟ انزين، اذا صممتها بتصميم اللي هو خليته تقرأ الطقس مال البحرين، يعني بتحتاج لك وشو؟ انترنت حتى يتبدل لك الطقس داخل اللعبة. انزين، طبعا هذه اذا بتكون اونلاين انا بخليها كذي، بس اذا هي اوفلاين نفس ما قلت لكم حاليا ان هي اوفلاين، اوكي، ما راح اخلي كذي، بخلي انه يتبدل الطقس، بنقول كل عقب ساعة فرضا، كل عقب نص ساعة يتبدل الطقس داخل اللعبة. انزين، يعني تقدر تقول له صبح ليل كذيها. اوكي، بنشوف بعد اللي هو طقوس او طقس يعني حق داخل اللعبة، يعني بشكل حلو يناسب اللعبة. انزين، بس عندي شغلة انا اللي هي بالنسبة الى الطقس. الطقس يعني مو 100% ان انا اخلي ان اذا تبدل الطقس يطيح مرة ثلج مرة مطر مرة ما في شيء، هي مو شرط اسويها، لان طبعا هذه بتصير عندكم او اللاعبين اللي راح يلعبون فيها. زين، في احتمال كبير ان تكون اللي هو بطيئة عندكم، لان كل فترة بتشوف راح يتغير اللي هو اللي فيها. يعني الحين الخارطة الأولى نفس اللي لعبوا فيها طبعا واللي شافوها وجربوها، أنا أوجه الكلام إليهم طبعا، إن يشوفون اللي هو يتساقط ثلوج صغيرة. زين، هذا بداية الثلج أنا مسوينها. أوكي، مسوينها أنا بداية الثلج، يعني بداية سقوط الثلج في البلد أو في الخارطة. إنزين، ليش ما خليت إنه مدام يطيح الثلج عقب فترة تتغير اللي هو الخارطة، تصير فيها إنه يبين الثلج فيها
على الشجر بين الثلج محط نحط عليها عن على ما أدرون شريها اللي هو النهر يثلج الشلال يثلج لأن خليت عينها فيها شلال زين ليش ما سويت شريها هذه الشغلة بتاخد أولا جهد وبتاخد وقت زين وطبعا نفس ما قلت لك ان اللعبة اللي هي فكرة اللعبة شيء بسيط زين وما أبي أحط فيها تعقيدات واجد أوكي بس إذا إن شاء الله نجحت راح نسوي لكم اللعبة شوي أحلى زين و إيه وعلى فكرة إذا إحنا إن شاء الله راح نسوي لعبة أونلاين زين راح يكون اللي هو الإداريين الإداريين أو المدراء داخل اللعبة راح يكونون من طاقم اللي هو من طاقم موظفين الشركة أو بنقول إحنا من طاقم إدارة الشركة أوكي هم اللي راح يديرون داخل اللعبة وفي احتمال ان نخلي او نختار الينا اشخاص من برا الشركة ان يكونون اداريين داخل اللعبة في احتمال اوكي هي يعني اللي حبيت اخبركم بها لان احنا ما نبغي اللي هو نسوي اللعبة وما حد يستانس بها أو يعجب باللعبة أو فكرة اللعبة طبعا أنا أسوي اللعبة هي نجحت ما نجحت راح نكمل فيها على ما نخلص جميع المراحل اللي أنا مخطط أنها نسويها أوكي والنقطة الثانية ان نفس ما قلت لكم ان اللعبة راح تكون ان شاء الله مجانية اوكي واي اقتراحات واي افكار الى اللعبة لا تبخلون علينا احنا هذه اللعبة مسوينها اليكم مو الينا يعني لو عمبي اطلع من وراها بيزات بقول لكم اللعبة بيزات بس المرحلة الأولى فرضا مجان المرحلة الثانية بيزات وهكذا وللعلم اللي هو الأشخاص اللي راح يساعدونا في تطوير اللعبة أو الأشخاص اللي راح توصلهم النسخة من اللعبة اول الاشخاص يعني قبل لا ارفعها يعني اللي هو قبل لا اعطيكم اللينك تنزلون اللعبه وما هم هذين الاشخاص هم اول الاشخاص اللي راح يوصلهم مع ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 فرضا انتين انا صراحه انا في احتمال اخليها يعني تقريبا أربع ليفلات شريها اللعبة أو ثلاث ونشوف المعجبين مال اللعبة وال يعني هل اللعبة عجبتكم ما عجبتكم بهالشكل زين وهل تستحق أنه هل تستحق ان اسوي لها جزء ثاني او اكمل تطوير اللعبة يعني ازيد المراحل مالها فاحنا اتمنى ان انا اشوف وانتظر اللي هو اقتراحاتكم للعبة حتى نخلي اللعبة شوي احلى وشوي افضل أنا حالي أنا مركز على اللعبة أزيد من الأشياء الثانية اللي عندي إياهم.
أنا اللي عندي إياهم الحين حاليا أشياء بسيطة. أوكي. وإن شاء الله إن شاء الله تقديم على الله راح نطور اللعبة، ومن لعبة واحدة إلى ألعاب نطلعها. وإذا واحد فرضا عنده قصة ويمبي يسويها لعبة، احنا مستعدين احنا ناخذ القصة مالتك ونسوي اللعبة، نبرمجها لعبة. اوكي. واسمه وتحصل نسخة مجانية من اللعبة اذا كانت اللعبة هيوج او القصة يعني كبيرة. فاللعبة بتتطلب أشياء واجد كبيرة، يعني بتتطلب أمور واجد. وطبعا اللي هو بالنسبة إلى شخصيات اللعبة اللي هو البطل، الكريتشرات اللي هو مونستر، إذا هي قصتك إحنا اللي راح نخليك تختار الكريتشرات كيف، يعني إحنا راح نطرش إليك كريتشرات نقول لك اختار لانه هل هذا تبي البوس اللي هو الزعيم يعني. اوكي. اللي هو القائد اللي تقتله مع المرحله الاولى حتى تتجه للمرحله الثانيه، هذا بهالمعنى. اوكي. زين، هل انت تبي هذا البوس مع المرحله الاولى الثانيه الثالثه، انت تختار يعني. عادي ان انت تختار اللي هو احد اللي هو الوحوش بوس، مو شرط انه شكله شكل بوس، لا اي شكل. زين، ان شاء الله لو دبانه شكل دبانه تبيها نخليها لك بوس بنخليها بوس. يعني بهالشغله. واتمنى يعني ان انتم تتفاعلون ويانا في قناتنا وتخبرونا آراءكم في اللعبة، وهل تناسب نكمل فيها أو لا. شكرا، وإن شاء الله نلتقي معاكم في المرة القادمة. في أمان الله.